السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سليف حسناء كما كتلاحظوا البنات اليوم غنحضر معكم ميني بيتزا صغار لصراحة تيجي وروعة وخفاف نزول المكونات إذا البنات خديت القصرية درت فيها زلافة ديال الدقيق ديال القمح ديال الفينو وجوج زلايف ديال الفورس يعني الدوبل ديال القمح تنديروه فورس أو للفارينة على حسب المسميات ديال الأخوات كنتمنى البنات يكون الشرح واضح يعني زلافة قياس ديال الفينو وقياسين ديال الدقيق الابيض صافي كندمجهم مع بعضهم بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا البنات من بعد خديت معلقه كبيره ديال السكر سنيده صراحه هذا العجين ديال البيتزا راه معتمد عندي من سنين وما عمرني بدلتو لانه صراحه تيجي روعه هنا درت ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب المجفف عندي هنايا الملح عندي هنايا البصل المجفف عندي الزعتر معلقه كبيره وعندي هنايا العطريه اي نوع عندكم ديال العطريه سبيسيال ديروها راس والعطريه ديال الحوت ديال الدجاج ديال المكسيكيه كاين انواع كثيره ديال العطريه اللي صراحه كتعطي للبيتزا لذه زوينه بزاف كما لاحظتوا درت الزعتر وضفت باقي المكونات اللي كانت مع انا كنت كندير من قبل الثومه بودر ما بقاتش عندي درت البصل المجفف ودرك الخميره ديال الخبز على حسب الجو والسر ديال هاد البيتزا كما كنقول لكم هو بيضه واصفر بيضه ماشي هادو جوج بيضات انما بيضه واحده واصفر بيضه هذا هو السر اللي كيكمل في هاد البيتزا اللي كتجي صراحه من اروع ما يكون وعندي هنايا نص كاس ديال زيت الزيتون صافي البنات وغادي نعجن هاد العجينه بالمدافع دافي غندلكها مزيان بالكف حتى كتولي تطرطق ونطلقها معكم وكما كتلاحظوا العجين اللي كنصايبو به هذه البيتزا الصغار ما كتكونش مرخوفه بحال العجين اللي خدمت معكم من قبل ديال البيتزا اللي تيكونوا كبار خاصها ضروري تكون شويه شاده في راسها باش ما نلقاوش مشكل من نقطعوها من بعد البنات خديت طنجره الضغط ودرت فيها العجينه وغنسد على العجينه الكوكوط وغندير الصفار ونخليها تخمر على راحتها وكما كتلاحظوا كيرتفع الحجم ديال العجين وكتطلع الفوق مزيان الا كنتو كتخدموا بالكوكوط كطيبوا فيها حاولوا مني تساليو منها تغسلوا بلاصه الصفاره بالكيغدو مزيان لان بعد المرات تقدر توصل العجينه حتى الفوق وهنا البنات كما لاحظتوا يلا حيت العجين من الطنجره غدا نقسمها على جوج كرات بهذا الشكل هذا وكنأكد العجينه ديال البيتزا الصغار ما كتكونش مرخوفه بزاف الا رخفتوها بزاف غدا نطلقوها ومني غتقطعوها بالمول الدائري غتدي فورما ليكم لان العجينه مرخوفه هذا هو علاش خاصها تكون واحد شويه قابطه في راسها ماشي بحال العجينه قلت اللي خدمت معكم ديال البيتزات اللي كتكون هذيك يعني بيتزا كتكون فرديه كبيره كتكون العجين مرخوف يعني ماشي مشكل هذيك كل ما كان العجين مرخوف تيكون احسن كما لاحظتوا قسمتها على جوج كرات وغدا اللول بها وغادي نخليها تخمر للمرة الثانيه خليوها تخمر مزيان حتى كتلقاوها الحجم ديالها تضاعف مزيان عاد كنبداو نطلقو بالكره بالكره خليكم معايا اذا الناس كما لاحظتوا العجينه بعد ما خمرات كما لاحظتوا تنهزها بيدي خفيفه لواحد الدرجه كبيره خفيفه وهي عجينه وخفيفه اكثر من اللي كطيب كنا آه كناخذ كره تنغطيها على جنب وكره ناخذها كنبدا نطلق فيها بالدلاك في لاحظوا يعني الجناب كلهم يعني فقاعات من العجين ها نتوما كنحاول نقرب حتى الكاميرا يعني العجينه مدلوكه مزيان حتى ولات كطرطق تحت الكف ديالي ديال يعني كل ما كانت المعجنات مدلوكه كتكون اولا صحيه للمعده وكتجي خفيفه ولذيذه هذيك حاجه اخرى في الماكله صافي كنبدا نطلق بهذا الشكل هذا كما لاحظتوا البنات غير هو هاد دي العجينة ديال البيتزا اللي كيكونوا صغار خاص ضروري تكون شوية شادة في راسها كنعاود الهضرة لأن العجينة اللي كتكون مرخوفة وغنديروها بيتزا تفردين راه غادي ديفورما حتى في الفران وغادا ديفورمو حنا يعني من فوق الرخامة العجينة تكون شوية قابطة راسها وغادي تجي خفيفة لأن السر هو خاصها تكون مدلوكة العجينه ديال البيتزا اللي خدمت معكم في الاول فراها كتكون يعني مرخوفه هذيك ماشي مشكل لانهم تيكونوا كبار قد نتحكموا فيهم عكس هاد الصغار اللي تيكونوا شويه يعني الخدمه ديالهم شويه صعيبه فهذا هو علاش حاولوا تخليو آه تخليوا العجينه شويه قابطه في راسها وما تقطعوها بالدائره حتى ترتاح واحد دقيقة. حتى العجينه تشد بلاصتها مزيان عاد قطعوها باش ما ديفورماش لكم باش ملي ق... م... شي تقطعوها بدائره ب... وشويه تجيو تشوفوا القها على انها تلقاو على انها راه تجمعات يعني ما كتعطيكمش نفس الشكل اللي قطعتو به فهذا من بين احد الاسباب انكم ما كتخليوش العجينه ترتاح واحد شويه عاد تبداو تقطعوا فيها صافي كنستمر البنات بهذه الطريقه وانا كنطلق بالدلاك وانا كنحس بالعجينه كلها كترتق تحت الدلاك يعني غير دلكو العجينه ما تخافوا من حتى شي حاجه كلها فائده إلى دلكنا العجينه مزيان صافي كنستمر بهاد الطريقه هذه كما كتلاحظوا البنات مره مره ترش شويه ديال الطحين باش ما تشدش ليا ف ملي نقطع البيتزا الصغار ما يلصقوش ليا في الرخام هذا هو علاش غير واحد الرشه خفيفه صافي وكنستمر بهاد الطريقه هذه كما كتلاحظوا البنات بهذا الشكل حتى كنحصل على واحد السمك اللي ما كيكونش رقيق بزاف حتى تجي البيتزا رقيقه بزاف وتقصح في الفرنان وما تكونش ثاني غليظه بزاف يعني بين وبين كيكون السمك ديال واحد سنتيم تقريبا او لا صافي البنات كناخذ هاد الدائره بحال هكا وكنبدا نقطع بها كما قلت لكم بعد ما ترتاح انا هي درت جوج عجنات لان الكميه كانت عندي كتيرة ها يعني الشكل ديالهم كيفاش كيجي كي هادو راهم مني نقطعو بهاد الدور هذا فرا يلا كيجيو هما هادوك يعني في الحجم لاننا مني تندخلهم الفران يلا كيجيو هما هادوك هانتوما يعني قد الكف ديال اليد اذا البنات كناخذ هاد الدائره هادي وكان بعد ما رسحت العجينه كنبدا نوريكم الاحسن يعني القطاعه تكون ديال البلاستيك يكون احسن كتقطع مزيان ديال الحديد ما كتقطعش مزيان خذوا ديال البلاستيك تكون احسن صافي وكتبداو تقطعوا بها على هذا الشكل هذا يعني الاحجام اللي بغيتو صراحه هذا الشكل تيكون مناسب في البيتزات الفرديين او للبيتزات الكبار يعني هذا هو الاحجام اللي في الغالب تنخدم بها للدار ولا للكليان صافي البنات غدا نحطها في اللاطة وغنتقبها مزيان هاد البيتزا نتقبهم مزيان بالفرشيط مباشرة ندخلهم للفران هانتوما السمك كيفاش رقيق وهنا البنات كما لاحظتوا انا تقبت البيتزا كاملين بالفرشيط من الاحسن الفرشيط ومره مره خشيو الفرشيط في الطحين باش ما تبقاش تقبط لكم العجينه وتهز معكم وتهزو معكم البيتزات صافي غندخلها الفوق واحد شويه ونزلها لتحت ولكن خاصها تبقى يعني بيضه ما تحمر تبقى هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا البنات أه صراحه تيجيو خفاف بزاف ويعني مهويين لواحد الدرجه كبيره تحتفظوا بهم في المجمد تيبقاو كما يلا خرجتهم اول مره من الفران غير هما ما خصهمش يطيبوا بزاف يعني تحسوا بهم طابوا نص طيبة صافي كتخرجوهم تيكونوا على الشكل هذا غير هو البنات ملي تيبقاو هادوك الطريفات اللي تنقطعو كيبقاو حاولوا تجمعوهم وديروهم في الكوكوط وتسدو عليهم وديرو الصفاره بيد ما طيبتو البيتزا اللي في الفران كتلقاو هادوك العجينه تلقات وطاعت وما كتجيش يعني غليظه ولا كتجي ثقيله ولا كديفورما في الفران كتبقى مزيانه بحال اللي يلاه غطلقوا العجينه اول مره وهذا هو الشكل ديال البيتزا البنات من الداخل ها نتوما كيفاش كيجيو مهويين يعني هانتوما يعني كنوريك مزيان على البيتزا تيرجعوا كيما هما دليل على انهم راهم مهويين ومدلوكين مزيان وخفاف لواحد الدرجه كبيره لاحظوا على انها في يدي خفيفه بزاف هاد البيتزا كما كتلاحظوا البنات انا حاولت هنا ناخذ واحد الحبه من البيتزا وكنورك عليها مزيان بيدي كما كتلاحظوا هانتوما يعني خفيفه لواحد الدرجه كبيره ومدلوكه ومهويه كما وريتكم فهاد هاد البيتزات اللي قسمت نتوما البنات كما كتلاحظوا البنات انا حاولت نديرهم في هاد العلب البلاستيكية الغذائية اللي كتبقى محافظة على البيتزا ما كتشم لا ريحة لا شي حاجة كتبقى مني كتجبدوها غير مني تبعو تخدمو بها كتجبدوها بوقت حتى كتطلق وتعمرو داخل الفران وهاد القياس البنات عطاني مية وعشرة الحبات يعني انا دوبلت العجينة على جوج اعطاني 110 الحبات ديال البيتزا الصغار كنتمنى الفكره تنال اعجابكم وان شاء الله تجربوها بالصحه والراحه واي حاجه ما واضحهش اي حاجه ما مفهومهش خليوها لي في التعليق نجاوبكم عليها ونقول لكم تهلاو فراسكم بزاف والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم